يا خالتك مريم مش هتيجي تسلم عليا ولا ايه؟ لا يابا ابدا، هي بس الخالة مريم تعبانة شوية وممددة في السرير بتاعها. ممددة. على العموم انا مش جاي اسلم، انا جاي علشان اخدكم معايا البلد. لما عرفت ان فخر رجع قلت بكفايه اخدك انت وابنك. لا يابا والنبي ما ينفعش. مش هينفع يا جدو، قصدي المدرسة وعيشتنا كلها هنا، أنا وماما ما رجعناش البلد من زمان، مش هينفع يا جدو نرجع. وأنا قلت هترجعوا معايا، يلا حضر حالك. راح فين؟ ما بدري. الحمد لله على السلامة يا فخر. جالي عمي. جاي ياخد بنتي وابنها، بكفايه واجب. بنتك وابنها حفيدك يعني؟ يلا يا تامر، يلا خش على اوضتك. يلا يا تامر خش على اوضتك بسرعه. قول لي يا عمي، وانت في مرة كده وانت بتبص لوش تامر نسيت ان هو ابن حرام؟ بس انا كل مرة ببص في وشه بفتكر كأنه امبارح. ابن سعيد قصص الحمير وليلى، وانك كنت عايز تجوزها لي واكتب الواد باسمي. ابن ليلى وسعيد يبقى ابن فخر الدين هاشم. انا كنت فاكر انك بتقول لي كده عشان العرض والشرف، بس ما طلعش كده، طلع عشان الارض والملك. انت طماع قوي يا عمي، طماع وكذاب. انت بتحاسبني على ايه يا فخر؟ كنت عايزني اعمل ايه؟ ما هو نحس جزم ضحك على بنتي، حبلها عشان ياخد فلوس وقرط الطين. كنت عايز نعمل ايه بعد اللي طلبته منك؟ كنت عايزني اقتل بنتي، اقتلها بايدي. دي اللي كان حيزعلك يا سيادة المحامي يا كبير. نقتل بنتي، انا جوزتها اللي حاسب جزم ده، عارف ليه؟ عشان عندك نتلك وترجيتك تلك اتجوزها، تسطر عليه بدل ما راسنا كلنا نبقى في الطين. عارف لو الزمن رجع بيا تاني هعمل اللي انا عملته ده مره واثنين وثلاثه. عارف الواد قصاص الحمير دي؟ انت بعندك اللي خليتني وافقت انه يتجوز ليلى. خد الارشينات ونزل مصر وعنده عماير، ما فكرش يسال عنها لحظه واحده، لا هي ولا ابنها. كل دي بسببك انت. كان عايز يبقى معانا، يبقى في الورث معانا، ياخد ورث مش حقه. اهلا يا خاله، ليك وحشه. سيبنا في حالنا يا سليم، ما تبصلهاش، سيب البنت في حالها. ده كلامك يا ليلى؟ ايوه يابا ده كلامي. ابا انا مش عايزه ارجع معاك، مش عايزه ارجع للي هناك تاني. انا صحيح غلطت، وغلطت غلط كبير قوي، استحق عليه الذبح،
وتغسل عرق بإيدك. بس يابا ده من 17 سنة، 17 سنة يابا، مش صالح أبدا أتني عمري كله أدفع تمن الغلطة دي. يابا أنا فاض بيا، زهقت، زهقت من بصة الناس دي بقرف أنا وابني. يابا أنا مش حمل إن حد يبص لابني لأن هو ابن حرام، ولا حتى ده الولد اللي أبوه سافر وفاته. يابا أنا كبرت على الذل والمهانة دي يابا، ده حتى ربنا نفسه بيسامح، بيعاقب عباده ودخلهم جهنم بعد كده دخلهم الجنة. أنا بقى عايش عمري كله عايشة في جهنم يابا. يابا أحب على إيدك سيبني، سيبني عايشة هنا معاهم.